أهلا بكم مشاهدي الشاشة الزرقاء وعشاق صباحات الموج الأزرق، بنلتقيكم عبر صباح يوم الاثنين وصباح جديد وشمس مشرقة عليكم دائما في وطننا الحبيب وكل ربوع السودان وأيضا خارج السودان كل الناس اللي بتابعونا. عموما بنحييهم أحلى وأجمل التحايا الصباحية. فريق عمل صباح يوم الاثنين بيهديكم أجمل المساحات والأغنيات الصباحية، وأكيد نرجع ونتكلم في موضوعنا اللي مفروض نناقشه لليوم، وقضية اليوم أكيد هي ليس بعيدا من الراهن المجتمعي السوداني. صباح الخير. Thank you.
أشواق. تتهامس الأشواق آتية وتصيح بي الأوهام لن تأتي. فتصوري فتصوري ما بات يعصف بي من عاصف أشعلته أنت. وجمعت باقات الزهور هنا ولكم بأزهاري تزينني. وجمعت باقات الزهور هنا ولكم بأزهاري تزينني. ألقيتها عدنا الخال حزينا استخلفت وبكى المساء الوردي وارتعشت وارتعشت. كل نجومي عاشية السبت وبكى المساء الوردي وارتعشت كل النجوم
حياتي وحملت أشواقي وعدت بها متلفعا بالليل وصمتي.